السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. مشاهدينا نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال طبعا الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بخصوص المواضيع التي نعرضها في هذا البرنامج. طبعا الموضوع لهذا اليوم سيكون رسالة وردتنا، رسالة مسجلة طبعا وردتنا من أحد المواطنين في قضاء الحويجة، تحدث فيه عن عمليات تهديم المنازل التي تقوم بها القوات الحكومية، قوات الجيش، حملة تنفذ منذ أكثر من أسبوع الآن لتهديم منازل المدنيين بحجة الانتماء لتنظيم الدولة، سواء كان أحد الأفراد أو حتى إن كان أحد الأقرباء لهذه العائلة القاطنة في هذا المنزل. هذا الموضوع سيكون إن شاء الله هو الموضوع الأساس في هذه الحلقة. سنتحدث عن الأسباب التي تدفع القوات الحكومية طبعا إلى القيام بهكذا أعمال، الأسباب التي تدفع إلى رفع نسبة المهجرين في العراق إلى نسب أعلى، لماذا يدمر منزل وقد خلى من أي ارتباط بالتنظيم، يعني إن كانت الحكومة قد أعلنت انتهاء العمليات العسكرية وانتهاء التنظيم في العراق، فلماذا تهدم المنازل؟ لماذا يعاقب المدنيون يعني طبعا المرتبطون بهذا الشخص، إن كانت الحكومة تتحدث طبعا أنه داعشي، لماذا تعاقب هذه العائلة؟ لماذا يعاقب المدنيون عقابا جماعيا نتيجة خطأ فردي أو نتيجة خطأ فرد موجود إن كان ارتبط بهذا التنظيم أو لا؟ طبعا بخلاف قضية أخرى هي قضية التهم الكيدية التي تلقى على أي شخص لا ترغب هذه السلطة، لا ترغب الميليشيات، لا يرغب الجيش بتواجده في هذه المنطقة نتيجة وشاية أو غيرها، فيقومون على أثرها باتهامها أنه مرتبط بداعش، وعلى أثر هذا الموضوع يتم تهديم المنزل وتهجير هذه العائلة بشكل قسري. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. وجيت على بيت تستقر به ولقيت أنا كنوز كنس ما بي كل شيء، لا قنينة لا طباخ لا ثلاجة لا مجمدة لا قطيان، ماكو بساط اقعد عليها ماكو، والله اسال كل هاي سالها علي، هسه حال الظلم حال انا بنواتي، انا هنا مكاني ماكو، تفجيرها من هذ بيتي الى درجه، ومكنوس كنس ما بي كل شيء، الله شاهد هسه تطلع علي اذا تطلع ما بي كل شيء، ولا عندي لا فراش لا شيء، وانا ظل هسه العائله قاعده ببيتي، خو ما اطردهم انا المساء شفت هاني، خو ما يعني هم هذا متضرر. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كما ذكرنا في بداية هذه الحلقة، حملة لتهديم منازل المدنيين الذين طبعا تتهمهم السلطات بأنهم لديهم أفراد مرتبطون بالتنظيم، انضموا إلى التنظيم في وقت سابق وما إلى ذلك من هذا الكلام. هذه التهم تؤدي وتقود إلى عمليات تهديم لمنازل المدنيين، تؤثر طبعا بالتالي على قضية بقائهم في هذه المناطق، مما يقودهم طبعا إلى الهجرة وإلى ترك منازلهم والنزوح إلى مناطق آمنة، بحثا طبعا عن مناطق آمنة في العراق. هذا الموضوع يرفع من أعداد النازحين والمهجرين إلى أكثر مما هي عليه الآن. وأيضا قضية التهديم والأسباب والذرائع التي تقف خلف هذه العمليات أو هذه الإجراءات، يعني طبعا نتمنى من حضراتكم المشاركة من أجل الإجابة على هذه التساؤلات. وكما ذكرنا في كل حلقة سابقة، بإمكانكم أيضا المشاركة عبر الواتساب الخاص بالبرنامج بإرسال رسائلكم من أجل قراءتها في هذه الحلقة. طيب، نعرض لحضراتكم الآن المقطع الصوتي الذي وردنا بخصوص الحملة التي تقوم بها القوات الحكومية بتهديم المنازل في قضاء الحويجة. عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوان. الآن هناك حملة شرسة من قبل الجيش في قرى الحويجة وما حولها، هدم منازل المدنيين بحجة أن انتمائهم لداعش، أي عائلة عندها داعشي واحد أو عندهم قريب من داعشي يتم هدم المنزل ماله على الغراض اللي بيه. الآن الحملة صار لها تقريبا أسبوع من أطلقتها القوات الأمنية، جيش نظامي يهدم منازل مدنيين عزل ما لهم أي علاقة، ذنبهم أنه واحد من عندهم انتمى داعش أو مجرد أنه كان يأيد داعش. هذه الحملة صار لها تقريبا أسبوع بقرى الحويجة وأطرافها، والإعلام ماكو
ماكو اي يعني تسليط ضوء على هذا الامر، والان قرى بالكامل ابيدت ومنازل هدمت والناس بالعراء، وهذا الامر ما حد يدري به. يعني اذا اكو عندكم اخوان تواصل، عندكم اي مراسلين هناك بقرى كركوك، اطراف الحويجه، الرياض، يعني اسعوا لهذا الامر ووصلوا للاعلام. الله يجزاكم خير. طيب، كما استمعنا مشاهدينا الكرام، إذن هي حملة تقوم بها الجهات الرسمية موجودة في الدولة هذه، في السلطة، القوات النظامية، الجيش هو الذي يقوم بهذه العمليات، هو الذي يقوم بتنفيذ عمليات تهديم المنازل وتفجيرها، وبالتالي التضرر أو الضرر الواقع سيكون فقط على المدنيين. نطرح عدة تساؤلات بهذه الحلقة عن أسباب قيام الجيش بهدم منازل المدنيين. ما الأسباب التي تقف خلف اتخاذ هكذا إجراءات، خاصة بعد أن أعلن العبادي انتهاء وجود هذا التنظيم بالعراق وبدأت مرحلة الإعمار؟ طيب، كيف تبدأ مرحلة الإعمار ونحن نرى الآن عمليات تدمير لهذه المنازل، تفجير لهذه المنازل، هدم لبيوت المدنيين؟ كيف يمكن حل أزمة النازحين والمهجرين إن كانت السلطة الموجودة في بغداد الآن تقوم باتخاذ خطوات تعسفية، خطوات تدميرية تجاه هذه المناطق وتجاه هذه المحافظات؟ ما تأثير هذا المنزل إن كان قد انتمى فيه أحد من أفراد، يعني أحد أفراد هذه العائلة انتمى للتنظيم أم لم ينتمي؟ ما ضرر هذا المنزل العائد على هذه السلطة؟ ما الضرر الذي يمكن أن يسببه منزل مكون من أحجار على هذه السلطة؟ هذا المنزل يمكن أن يقي عائلة، عائلتين، ثلاث عائلات في هذا المكان من حر الصيف ومن برد الشتاء ومن الضرر الذي يقع عليهم طبعا من بقائهم في العراء في المخيمات. هل هكذا تكون عملية الإعمار؟ عملية الإعمار تكون عبر تهديم المنازل. طيب، هدمت هذه السلطة المنازل، ثم بعد ذلك افتراضا طبعا جدلا فلنفترض أن هذه السلطة عادت لإعادة إعمار هذه المناطق، ستعود لتدفع أموال من أجل إعادة إعمار المناطق التي هي قامت بتدميرها أو المنازل التي هي قامت بتدميرها بعد انتهاء العمليات العسكرية وبعد انتهاء التنظيم. كما ذكرنا إذن من ضمن الأسئلة، ما الدوافع وراء إقدام هذا الجيش؟ لماذا ترغب هذه السلطة بإبقاء الوضع في العراق وضعا متدهورا؟ عملية تهجير المدنيين، تدمير المنازل، تهجير المدنيين هي لن تعود بنفع على هذه السلطة، ستؤزم الوضع الإنساني في العراق أكثر، رفع لكمية وأعداد النازحين والمهجرين في العراق في الداخل. الأمم المتحدة تتحدث عن 4.5 ملايين، هذا الرقم طبعا أكثر من ذلك ربما بكثير، الأعداد ضخمة ولا يوجد اكتراث لوجودهم، لا يوجد اكتراث لحياتهم، مشردون بالعراء. هذه الخطوات التي تقوم بها السلطات هي فقط ترفع بأعداد النازحين والمهجرين وتؤزم الوضع أكثر مما هو عليه. طبعا ما مصير المدنيين؟ سيكون مصيرهم التهجير في ظل تدمير المنازل. وأيضا تحدثنا عن قضية الاستفادة العائدة على هذه السلطة من بقاء هذه المنازل قائمة. طبعا هذه المنازل ستخفف من أعداد النازحين، أو على الأقل يعني ستوقف موضوع الهجرة والنزوح إلى حد معين، ثم بعد ذلك إن كانت هناك فعلا نية للإعمار سيكون الموضوع مقتصر عن من نزحوا وهجروا قبل أو بداية انطلاق العمليات العسكرية. طيب، معنا اتصال السيدة أم محمد من السليمانية، تفضلي. السلام عليكم أستاذ محمد. سلام السلام ورحمة الله. قناتكم نطلع معاناة العراقيين. عين أستاذ محمد، هي مال تفجير البيوت، ويعني هاي كلها هي مفجريها للبيوت. هاي بيوت يعني من تروح البغداد كلها مفجرة، البيوت كلها مفجريها، بيوت جدد مبنية خطية كلها مقعديها، هي يعني الحشد والشسمة كلها مفجريها للبيوت. هاي عندك طوز خرمات، وهاي الأطفال 4 سنوات خل تسمع عن حكومة، 4 سنوات الأطفال يجدون بالشارع، وقف السيطرات تباوع عليهم على طول الطريق، هذول النازحين على طوز خرمات، على داقوق حاطينهم خيم. هاي الأطفال والنساء هم يرضون نسائهم الجدي، هي الحكومة النواب، هسه هاي الحكومة يعني ترضى نسوانهم، هي تقف في الشوارع وتخلي أطفالها الجدي هي وياهم. هاي البيوت كلها هم فجروها، هاي العالم طلعوها، هذا هسه الشتاء احنا بالبيت قاعدين ومدني. طيب محمد، ايش يفجرون بيوت المدنيين؟ يعني خلينا نسولف بعقل،
الدولة قالت انه حيدر العبادي طلع ومكيف فرحان، قال انه خلص خلصنا من داعش، واحتفالية يوم النصر ويوم الاحد صار اجازة رسمية. طيب العراق مثل ما قال العبادي خلص خلص من التنظيم، البيوت هاي شاليها، شنو ذنب المدنيين اللي يتهجرون لانه عندهم واحد انتمى للتنظيم؟ طيب انتم قلتوا خلص التنظيم انتهى، يعني قبضتوا عليهم او قتلتوهم ما تفرق، انتهى الموضوع، ليش هسه ترجع الحكومة على البيوت؟ ليش ترجع تهجر مدنيين؟ ليش ترجع تدمر المنازل؟ بلي استاذ محمد، هم ليش يفجرون المنازل؟ هم من فجروا المنازل على مود العوائل ما ترجع لبيوتها، ليش؟ ظل مشردة، ليش؟ على مود ما ترجع، على مود ما ترجع، يعني ماشي، ليش يريدون الناس تظل بالشارع؟ يردون، أنا مدى أشوفك يقولون أكو داعش، مدى أشوفك داعش، أنا دائما أروح البغداد واجب هذا الشهر مرتين، ما أكو داعش، ما أكو داعش، هي الحكومة داعش. أستاذ محمد بس شوية خل يعني عندي أطرح كلمة عندك. تفضلي. شوف أستاذ محمد، ذاك اليوم عسكري نائب ضابط، هو سني من أهل بغداد، هنا أنا قاعد بالسليمانية، أنا من جت بالطريق، هو شوق هويته، قالوا أنا طينا هويته، قالوا ماني هم عسكري، وين بطوس خرماته الحشد مال التركمان، يعني جرجروه قوة يردون ينزلوه، قلت لهم ليش انتم مو عسكريين؟ هو هم عسكري، أنا هم تعارك تشاجرت وياهم يردون ينزلوه، قلت له لا هو همين عسكري مثلكم دا يدافع عن الوطن، ليش أنا يعني ما عرفه للولد، بس أنا دافعت له وتعاركت وياه ووقفت بوجههم وضربت صعد الولد، قال لي خالة لو ما أنت أنا ياخذوني التركمان اللي بتدوس طوط خرماته، أنا تعاركت ويا الحاشد يجوز هسه دا يسمعوني. زين تعاركت وأبو السيارة ذاك هو يشهد علي كردي، قال أنت بطلة، قلت له لعد لا ما دافع على ابن الوطن، علي من أنا دافع؟ زين وهم واقفين، شوف ترى حتى الحشد مال التركمان دا يأذون السنة، وكل البيوت مال السنة كلها مال السنة، نوبات نفوت على كلار على دياله، السيارات تنسد الطرق كلها البيوت. المشكلة بهذا الموضوع هسه سيد أم محمد، المشكلة بهذا الموضوع انه هل الخطوات اللي دا تتم ماذا تجي من جهات خلينا نقول عصابات مثل الحشد او غيرها؟ لا، ده تجي من جهات رسمية، ده تجي من السلطة، من الجيش، المفروض بيهم ان هم يكونون حماة هذا البلد، يدافعون عن ارض هذا عن ارض العراق طبعا، عن المدنيين ارواحهم وعن ممتلكاتهم. الخطوات اللي ده تتم حاليا بالحويجة هي ده تتم عن طريق الجيش، عن طريق القوات الحكومية الرسمية، يعني معناه انه هذا الموضوع ده يتم باوامر من حيدر العبادي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي السلطة في العراق ده تؤمر القوات الحكومية بعملية تهديم لمنازل المدنيين. المنزل شنو الضرر اللي ممكن يسببه حتى وإن كان متواجد به فريق كامل من التنظيم، كذا عدد من التنظيم ما تفرق، شنو الضرر اللي ممكن يسببه هذا البيت للدولة؟ اي مو على مود لا يرجعون اهلهم بعد، لا حد يرجع لهناك، على مود ابد واقعه بيوتهم، وين يرجعون يروحون يقعدون بالشاله؟ يقول لك احنا نبقى ما عندنا بيوت، نبقى قاعدين. هو هذا شو اسمه هسه هي متى تنعرف؟ الحشد من الجيش ماكو. زين من دا يقولون اكو عصابات، اكو عصابات استاذ محمد خلنا خدمك، من اكو عصابات منهم سيارات مال الحكومه، امارات وملابس عسكريه، والله لا يقرا ولا يكتب حاطر رتبه عميد، والله العظيم. زين أي شكرا أم محمد، أنا أشكرك للمشاركة، وضحت الفكرة طبعا بهذا الموضوع. معنا السيد أبو حسن من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. حياك الله حسن. بالنسبة أي بالنسبة للبيوت دي فلشوة، هم جماعة يعني عصابة إرهابية، يعني هو الساعد هم الحكومة إرهابية وعصابتها إرهابية وجماعتها إرهابية، فهذول لما دي يأخذوا يعني فلشون بيوتهم يعني مرحلة إذلال هاي لهم، يعني يذبوا يخلوهم بالشارع بالبرد بالحار، فهو غرضهم إذلال. يعني لما جاءوا إلى المحافظات الغربية بحجة التحرير ودخلوا لي كما يسمونها طبعا حماية الأعراض والممتلكات، دخلوا ما شفنا غير تفجير المنازل، تفجير المساجد،
تمام، وغيرها طبعا من هذا التهجير للمدنيين وقتل واعدام جماعي وعمليات بهذا الشكل. شنو فرقهم هسه هم عن داعش؟ شنو اللي اختلفوا به؟ أشو كانوا بالبداية يطلعون بوسائل الإعلام الحكومية طبعا تطبيل لعملية العمليات العسكرية اللي تقوم بها الدولة ضد اللي يفجرون المنازل المدنيين، يعني يتهمون التنظيم بأنه هو اللي فجر وهو اللي سوى. طب هم هسه شدي يختلفون عن التنظيم؟ الإرهاب هو واحد. هيومن رايتس ووتش نشرت في تقرير لها قالت بأنه الجرائم التي ارتكبها التنظيم مع الجرائم التي ارتكبت عن طريق الجيش والميليشيات هي في خط واحد، ماكو أي اختلاف. هذا يعني يعطيك المدى الحقد على أبناء السنة والجماعة، حقد حقد مصائر. يعني تدرون أنتم مال حويجة، يعني شنو الحقد؟ هو معوق على كرسي ويقتله، فهو حقد حقد يعني حقد حقد ما ينتهي. شكرا سيد أبو حسن. معنا السيدة أم أزهار من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هاي الإذاعة العظيمة وعامليها. بالنسبة إلى هاي الحكومة، إحنا من 2003 إلى هذا اليوم ما شفنا أي خير منها، كله تهجير في أذية، وخاصة المناطق السنية. نعم. هم هسه متعمدين على الحويجة لأنها منطقة سنية يردون يهجموها، مثل ما هجموا كل الموصل، ما هجموا كل المناطق السنية. فهم هسه القضية مالتهم السنة، يردون يسووها منطقة شيعية إذا دامت لهم، إذا دامت لهم فهي حقوق. أما العبادي من يطلع يصرح أي تصريح يصرح من 2003 إلى هذا اليوم، ماكو هو أو المالكي أو أي حكومة إجت منها طائفية. لا. هو حكومة طائفية ما إلها أي تعبير صحيح لهاي الدولة. هم إجوا لتخريبها وتدمير العراق بالذات. ألو. نعم أسمعك أم أزهار. ألو. أسمعك تفضلي. إيه، هي هم إجوا يدمرون العراق بالذات. وهاي الخطة مال إيران وأمريكا وإسرائيل، يردون هاي المناطق كلها تدمر، وما يردون ثقافة ولا يردون بناء ولا يردون أمران ولا يردون العراق ينهض مثل أول يكون قوي. هم يردون يضعفون البنية التحتية للعراق. إيش مو طبيعي هاي البنية التحتية؟ ما تقولي لي يوم أزهر. عموماً أشكرك أم أزهار، كنت معنا من بغداد. شكرا جزيلا أم أزهار. تقول عملية تغيير ديموغرافي يراد تحويل هذه المناطق إلى مناطق ذات طائفة مختلفة عن السكان الأصليين، سياسات متبعة للتهجير، سياسات متبعة لتطهير هذه المناطق بالنسبة لهم طبعا التطهير، عملية تهجير وقمع، ويؤخذ على طبعا بجريرة انتماء أحد الأشخاص لتنظيم الدولة، يؤخذ بجريرة هذه القضية عائلة كاملة تهجر وتعتقل وتتهم بالباطل بسبب انتماء أحد الأفراد أو أحد الأقرباء حتى وإن كان قريب من بعيد. طبعا الإجراءات التعسفية متبعة، عملية التهجير مستمرة حتى هذه اللحظة، وموضوع الحويجة هذا موضوع أردنا أن نسلط عليه الضوء، لكن هو منتشر بكثير من المحافظات العراقية التي وقعت تحت سلطة هذه الميليشيات وتحت تأثرها طبعا بالعمليات العسكرية. لدينا بعض الرسائل حقيقة اللي جاءت على الواتساب. يقول أحد الأشخاص أخي محمد، يوجد مقطع فيديو يظهر فيه المالكي لما استلم السلطة وبدأت جثث السنة ترمى في الشوارع وتشكيل ميليشيات وعصابات في كل منطقة ببغداد. يظهر المالكي وهو يزور فصيل من قوى عسكرية تابعة للحكومة ويقول لهم لا تدعوا المناطق السنية تستقر، كل يوم مداهمة وخطف بشبابها. والزيارة للتفصيل للفصيل كانت ليلا، المصيبة ساكتة على كل هذه الجرائم منية والله هي تتحمل كل قطرة دم، يقصد السلطة مثلا. طيب، يقول أحد المشاركين السيد مبروك من الإمارات، تحية لك أخي محمد لقناتكم البطلة كدوركم الأصيل.
أخي محمد، يتكرر موضوع هدم منازل عوائل المرتبطين بتنظيم الحكومة وميليشياتها، وكذلك التهم الكيدية لهم أما بسبب انتهاء العمليات العسكرية أو أخطاء فردية، فهذا أسلوب اعتادته الميليشيات المجرمة في كل شبر بالعراق، وهذا يجب محاسبتهم عليه. لكن سيأتي يوم وتزول هذه الحكومة وميليشياتها إلى غير رجعة بقدرة قادر سبحانه وتعالى. أسأله أن يخرج أهلنا من بينهم سالمين ويحفظ العراق من جميع الشرور، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. لك أخي محمد التحية، كادركم البطل وقناتكم البطلة، شكرا جزيلا سيد مبروك، كنت معنا من الإمارات. مشاهدين الكرام، نذهب إلى فاصل ومن بعده نعود. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستمع الى راي السيد ابو ايمن من عمان، تفضل ابو ايمن. حبيبي انا كنت بستناك تعيد السؤال هذا مره ثانيه. اي سؤال؟ خلي اللي هو السؤال بتساله قاعد، ليش قاعدين بدمروا بالمناطق هاي؟ نعم ابو ايمن، الموضوع حضرتك اكيد استمعت له او شاهدته منذ بدايه الحلقه، عمليات تدمير لمنازل المدنيين في قضاء الحويجه لأسباب تقال، يعني تتهم السلطة أو القوات الحكومية هذه العوائل بانتماء أحد أفرادها لتنظيم الدولة، تنظيم الدولة اللي انتهى من العراق، اللي أعلن العبادي النصر عليه، اللي أعلن خلاص انتهاء وجود هذا التنظيم بالعراق، فلماذا تهدم هذه المنازل وتفجر ويهجر ساكنوها ويتركون في العراء بهذا الشكل؟ هذه هي الأسئلة، هذا محور الحلقة. حبيبي أو ابني، خلينا أقول في عندك الهلال، قالوا عنه الشيعي بس أنا بسميه الهلال الفارسي المجوسي، اللي ممتد من الخليج العربي ماشي ولغاية البحر الأبيض المتوسط. هلأ بطريقه شو في عندك؟ في عندك بغداد، نعم، والمناطق اللي حواليها هاي كلها تقريبا سنية، زائد الحويجة والموصل برضو سنية. نعم. فهاي المناطق دمرت عن بكرة أبيها حتى لا يعود لها أحد، وحتى تنمحي وتنشال بالشفلات وبالجرافات ويبنى مدن جديدة للقادمين الجدد اللي هم إما مجوز أو أفغان أو اللي هو يعني من أي بلد كانوا، المهم يكونوا من الطائفة الشيعية الإمامية التابعة على ملالي طهران. بمعنى آخر إنه بدهم هاي المناطق يحولوها لمناطق محسومة لل خلينا نقول الأفراد، ما بدي أقول الشيعة، بدي أقول المجوس الشيعة. سيدي الكريم، ما تقول لي لا جيش ولا حشد شعبي ولا شرطة ولا كلياتهم هذولا عبارة عن مؤسسة عسكرية واحدة وتابعة لقائد واحد، وهو اللي بيملي عليهم شو يسوي. طيب سيد أبو أيمن، يعني خلينا نتكلم بنقطة مرتبطة بقضية التهجير. في العراق يوجد استحقاق انتخابي في شهر الخامس هذا العام. طيب كيف يمكن أن تجرى انتخابات بهذا الوضع غير القانوني الذي لا يسمح بإجراء انتخابات في ظل وجود هذا الكم الكبير أو هذه الأعداد الضخمة من المهجرين، والآن بهذه الخطوات هم يرفعون من هذه النسبة، يؤزمون الوضع أكثر مما هو عليه، وبالتالي عملية ابتعاد أكثر وأكثر وأكثر عن إجراءات، أي إجراء يمكن أن يقال عنه أنه قانوني في العراق بقضية الانتخابات أو غيرها. هذا طبعا إحنا دا نتكلم عن جزء من أجزاء كثيرة مرتبطة بقضية التهجير، بس على هذا الجزء تحديدا، كيف يمكن أن تقام هذه الانتخابات في هذه الأجواء غير القانونية؟ نيجي نحكي نقول الانتخابات، شو هي الانتخابات؟ صدقني الانتخابات كلها في أي مكان بالعالم كلها كذبة بكذبة. معلش اسمح لي، أنا زلمة فوق 62 سنة صار عمري وبلعب بالسياسة، أنا عمري 11 سنة، أنا آسف أحكي الحكي هذا بس هذا لازم أقوله ماشي.
هاي القصة كلها قصة ديمقراطية وما ديمقراطية، هاي عبارة عن دين إحدى الدول واللي هي هلأ حاليا الإمبراطورية الأمريكية اللي بتستغنى فيها. وهو ما في ديمقراطية بالعالم، حتى بأمريكا ما في ديمقراطية. وأنا أتذكر لما قامت أعمال الشغب عند الوول ستريت بسبب ضياع أموال بعض الناس، كيف قامت القوات الأمريكية وقمعتهم، والوحيد اللي حكى عنها مرة واحدة بس التلفزيون المصري وما عاد عادها. ما في ديمقراطية يا عمو، إيش اسمه ديمقراطية؟ ما في، ما في إلا الدين. طيب. الدين اللي هو نهج بني آدم اللي حطه ربنا بالأرض، العلاقة بين بني آدم وكل المكونات على الأرض، حتى المياه، حتى مجاري المياه، حتى الصخور، حتى الجبال، كلياتها ربنا حط علاقة بيننا وبينهم. طيب. لا تقول لي في ديمقراطية، في إيش اسمه ديمقراطية؟ هاي ديمقراطية كذبة كبرى. تمام. أشكرك أبو أيمن، كنت معنا من عمان. الوضع الآن في العراق كما تتابعون انتهى وجود هذا التنظيم، ولكن ما زالت مستمرة عمليات التدمير والتفجير والتهجير. معنا اتصال سيد أبو عبد الله من لندن، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عبد الله، حياك الله. الله يحييك أخي محمد. تعرف مرجعهم السيني، مرجعهم الديني السيستاني، لا مثل ما قلنا لا يطلع، لا ينشر شريط صوتي ولا يعني شريط صوتي أو شريط فيديو ناس يقيم صوته. طبعا هم يتبعون مرجع ديني، الميليشيات الحشد الشعبي يتبعون مرجع ديني، مرجعهم يقول لا تقولوا إخواننا السنة. طبعا هذا يقولوها في تناقضات شديدة بخصوص مرجعيتهم، يقول إن لا تقولوا إخواننا السنة بل قولوا أنفسنا. طيب إذا كان أنفسكم فلماذا السيد قيس الخزعلي يقول هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد الذين، يعني هو عندما ينتقم من المحافظات السنية والمدن السنية غيرها عندما يخرج قائد ميليشيا أبو الفضل العباس أوس الخفاجي ويقول بأنه الفلوجة هي غدة سرطانية يجب أن تستأصل، على سبيل المثال يعني. نعم يعني أنا قصدي شو هذا التناقض، إيش هذا التناقض؟ من جهة يقول لا تقولوا إخواننا السنة بس قولوا أنفسنا، ويأتي مثل ما قلت هذا يقول غدة سرطانية، أو ثاني خزعد يقول أولئك الأحفاد من أولئك الأجداد، نحن ننتقم من قتلة الإمام حسين. طيب إحنا يعني شو هالتناقض؟ يعني ربما يكون هناك تفسير لهذه النقطة سيد أبو عبد الله، يعني وجهة نظر تقول بأنه لا غرابة من هذا الكلام، خاصة بأنه إذا أخذنا جدلا مثلا على سبيل المثال بأنه هم يطبقون نظرية السنة أنفسنا، انظر إلى الشيعة الموجودين في الجنوب وفي وسط العراق، المحافظات متهالكة، لا توجد خدمات، لا يوجد اكتراث لحياتهم، يأكلون من المزابل، يعيشون في العراء أيضا، تمام، والميليشيات متسلطة على رقابهم، فما اختلفوا يعني ما اختلفوا بتطبيق المبدأ. نعم أخي محمد، يعني شوف المالكي أنتم تطلعون شريط صوتي للمالكي عندما يتحدث يقول نحن كلنا فاسدون، فإذا أنت فاسد تربط نفسك بالإمام حسين، إمام حسين الذي جاء لمقارعة الظلم والظالمين ونشر العدالة، فكيف أنت تأتي يعني تأتي من مدرسة تقول نحن كلنا فاسدين؟ لكن هناك موضوع آخر يا أخي محمد، بالنسبة لقضية الجنود وقضية الجنوب والمحافظات السنية في الجنوب لا يقتلونهم، لكن نعم يسرقون أموالهم، يجوعهم، لكن في المحافظات السنية نعم هناك قتل وتهجير، وعلى أساس يظهر أن الشيعة أغلبية والسنة أقلية، فيجب الأقلية أن يرضى بنتائج الانتخابات، أن يرضى بالحكومة. لكن إذا كانوا هم أغلبية مثلا، أين كانوا 35 سنة يتهمون صدام أنه سني؟ كيف حكم صدام حسين 35 سنة؟ أين كان الشيعة؟ صح ولا لا؟ حتى طيب أبو عبد الله، حتى بس لنتوسع بالفكرة، أريد أرجع معك إلى نقطة مهمة وهي قضية تدمير منازل المدنيين. عندما يعلن رئيس الحكومة الخلاص من وجود هذا التنظيم في العراق، فما الذي بقي له ليقوم بهذه الإجراءات؟ يعني ما الذي يدفعه إلى اتخاذ أو إعطاء أوامر للقوات الحكومية اللي هي الجيش التي تقوم الآن بحملات تدمير لمنازل المدنيين في الحويجة؟ لماذا يقوم هذا الشخص
رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بعد أن انتهى وجود التنظيم في العراق بإعطاء أوامر لتدمير منازل ارتبط التنظيم بها، يعني جلس بها أحد الأفراد في عائلة بها أحد الأفراد المرتبطين طبعا بالتنظيم. ما هذه الخطوات؟ ما الذي يراد من هذه الخطوات فيما بعد؟ يا أخي هذه الخطوات هو يهيئ الأجواء للانتخابات، يهيئ الأجواء للعملية السياسية، إنه يعني يقوم بكل هذه الأفعال بأوامر من تحت الطاولة، بأوامر إيرانية فارسية صفوية. فحتى مثل ما قلت أنما عندما يجري يقول هناك أقلية وشيعة أغلبية هكذا يقوم لهذا السبب يقوم بكل هذه طيب. الأعمال هذه. نعم أخي، شكرا جزيلا سيد أبو عبد الله من لندن. معنا السيد أبو راشد من عمان، تفضل أبو راشد. عليك يا أخي محمد والمشاهدين المحترمين، حياك الله. طال عمرك في موضوع الحلقة اليوم ما يهمني أن أتطرق له، ولا هو الحكومة العراقية نفس الكيان الصهيوني عندما يحاول طفل أو واحد مواطن فلسطيني باغتيال أو ضرب أعداء الجنود الصهاينة يقومون بإعدام شخص نفسه وهدم المنزل. فهذه هي نفس أوامر طال عمرك تطبق من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، ويطبق وينفذ في الحكومة العراقية عن أوامر منتهية صراحية. نعم، شكرا لأبو راشد، وضحت الفكرة. معنا السيد أبو ناصر من تركيا، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. حياك حضرتك وقناة الرافدين. الله يسلمك، حياك الله. طبعا هي بحجة الانتماء لداعش أستاذ محمد يعتقلون أي شخص حتى إذا كان المعتقل من الجد السابق. والحقيقة هي نعرفها كل إحنا، هي بحجة الانتماء لداعش، لكن اللي يريدوه هو تدمير كل السنة وهدم دورهم ومصادرة كل ما يملكون، مو بس بالحويجة أستاذ محمد وإنما بكل المناطق السنية. خطتهم هي إفراغ السنة العراق من السنة، ما بها أي مجال. وشفناهم بصور وفيديوهات شلون دمروا دور المواطنين بآخر منطقة تحررت وهي القائم، وشلون سرقوا كل ما موجود بالدور. وحجتهم هي هاي البيوت تدمرت من جراء العمليات العسكرية. وأزيدك أستاذ محمد، جيت من الشعر، لحد قبل يومين قاموا بسرقة مكبرات الصوت بالجامع الكبير بالقائم. تصور أخي محمد حتى ما يردون أن يرفع الأذان بالمناطق السنية. أنا واحد من مئات الآلاف من الناس اللي دمروا بيتي وسرقوا كل ما موجود بالبيت، اللي والله ما بنيته إلا بجهد 25 سنة. هي حرب طائفية على السنة. سمعت حضرتك شلون اتصل أحد المواطنين ووضح للمشاهدين عن سرقة الأثاث وممتلكات أهل الأنبار ودي تنباع بالبصرة. صحيح. طيب أنتوا لو عندكم غيرة على وطنكم وعلى كل الطوائف، ليش انهزمتوا من الدواعش؟ طيب الناس اللي شاركوا بهذه العمليات العسكرية، أهالي الشباب اللي راحوا، لما ابنهم يرجع لهم شايل له ثلاجة أو مثلا يعني فرحان بغنيمة، ما يسأله أنه أنت رايح بحجة التحرير والسيد أمرك أنه تروح تحرر المناطق وذولا أنفسنا، شلون رضيت على نفسك أنه أنت تدمر بيته وتقتله وتهجر عائلته وتعتدي على نسائهم وتقتل الأطفال؟ شلون ترضاها هذه العوائل اللي دزت هاي الشباب؟ كيف يمكن مواجهة هؤلاء للمجتمع عندما يدخلون وهم سراق عادوا من هذه المحافظات بعد أن دمروا المنازل وسرقوا ممتلكات المدنيين؟ هو بصورة عامة أستاذ محمد، هم حتى الأهل ما عندهم سيطرة على أولادهم اللي دخلوا للحشد ودخلوا للجيش، وأكثرهم كانوا هم يتعاطون حتى الحبوب المخدرة. سيد أبو ناصر، لولا أنه حادث التكريت عندما بدأت العمليات العسكرية بصلاح الدين وانفضحت الجهات اللي طبت اللي هي العصائب والجيش والشرطة اللي كانت تبوق بتكري تسرق المحلات وممتلكات المدنيين، لولا هذا الموضوع أحرج المرجعية والتي خرجت وقالت هذه فئة ضالة وتصرفات فردية، لما خرج هذا الموضوع يعني فضح بشكل كبير جدا، أثبت طبيعة وعقلية الناس اللي ذاهبة لهذه المناطق وهذه المحافظات. نفس الوقت هم يعرفون هي طبيعة وخلفيات هاي الناس اللي راحت للمحافظات، كل زيان يعرفوها ومتأكدين من عدها.
يعني ضابط من الضباط يتفق ويا الجندي انت تدفع لي نص راتبك وتداوم 10 ايام، العشر ايام هاي اللي راح يداوم بيها راح يقضيها شلون ما كان، وياخذ اللي يقدر ياخذه ويروح يعوض عن الراتب اللي سرقه. طيب هو السيستاني لما قال لهم استنى انفسنا ليش باع العراق ب 200 مليون دولار استاذ محمد؟ ليش باع؟ والمشكله انه هو مو عراقي. يعني وبسبب صحيح هو مو عراقي. اي هو مو عراقي كلهم يعرفون وهم نفسهم الشيعة يعرفون بأنه السيستاني هو مو عراقي، وبسبب هاي الفتوى مالته اللي منع مقاومة الاحتلال دمر البلد تدمير كامل. واللي زاد الطين بلة بعد أكثر هي الفتوى مالته بتأسيس الحشد. وأعتقد طيب خلاص، طيب دور الحشد انتهى، مو اللي طلع قال أسسوا هذا الحشد أو اللي دعا إلى الجهاد الكفائي هي هو السيستاني والمرجعية. طيب خلص حيدر العبادي فرحان ومكيف ودي يصفق انه يوم النصر العظيم يروح يحتفل ويا الميليشيات بالقضاء على داعش. طيب خلص انتهى دور هذا الحشد. لماذا يبقى الان؟ لماذا يبقى حامل السلاح ومهدد لحياه المدنيين ويسبب ذعر وارهاب اكثر من ارهاب التنظيم؟ هو باقي ويسبب هالذعر والارهاب هذا بامر من الحكومه، لانه بقاء الحكومة مرتبط ببقاء. ليش المرجعية ما تطلع بفتوى ثانية تقول خلص شكرا جزيلا بارك الله بيكم ما قصرتوا من هالكلام وخلص سلموا سلاحكم وارجعوا وين ما كنتوا؟ ليش ما تسوي هالخطوة؟ شنو اللي يمنع؟ حتى المرجعية مالتهم حتى إذا تطلع المرجعية وتقول بأنه انتهت وخلي محل الحشيد، هم ما عندهم أي احترام للمرجعية مالتهم. تمام. هم اي كمل ابو ناصر، يعني اقصد فهمنا هاي الفكر، كمل. اي نعم اخوي العزيز، يعني قلت لك يعني ما خلوا شيء ما دمروه بالبلد. نعم. سواء الجيش او الشرطه اللي دا ياخذون بهالرشاوي او الحشد اللي دمر البلد، وعندك هذا قيس الخزعري هذا اللي انا اسميه طفل المراهق اللي دا يلعب ويصول ويجول براحته، ما خلوا شيء دمروا البلد. لكن ان شاء الله ما تدوم لهم وما دامت لغيرهم. نعم شكرا جزيلا ابو ناصر، اشكرك للمشاركه. طيب نقرا بعض الرسائل اللي وردتنا على الواتساب الخاص بالبرنامج. يقول نجاح العبيدي ليس مهم ان يهجر الابرياء ما دام من يسكن المنطقه الخضراء يعيش في رخاء بعد ان قسموا الكعكه الدسمه بينهم. هذه ممارسات طائفيه من حكومه طائفيه واضطهاد للسنه. للاسف صرنا نقول سنه وشيعه بعد ان كنا لا نعرف جارنا سني ام شيعي، والإعمار دعاية انتخابية. لدينا رسالة أخرى. طيب هذا أحد المشاركين. تجاوزات والصور فيها تجاوزات وشتائم وكفر. عموما يقول احد المشاركين ايضا ابن ميسان السلام عليكم احبتي كادر قناه الرافدين، هذه حرب شعوبيه، الانتقام من العرب تنفيذ لاوامر اسيادهم المجوس والصهاينه. اخوكم ابن ميسان. معنا اتصال سيد مصطفى من مصر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسمح لي اولا اترحم على ارواح شهدائنا واهالينا واخواتنا في العراق الجريح، عراق العروبة، عراق العزة، عراق الكرامة، عراق النخوة، عراق الغيرة، عراق الكرامة، عراق الإنسانية، عراق الحضارة، عراق العلم، أهالينا وإخواتنا. واسمح لي أرفض الاحتلال الأمريكي رفضا قاطعا وكل من ينصاع إلى أوامر الاحتلال الأمريكي وهدم المنازل وتهجير إخواتنا وأهالينا. الشعب المصري الأغلبية العظمى مع الرؤية الأساسية للجيش العراقي السابق البطل، وقال الجيش العراقي السابق البطل بان ده استعمار وهو فعلا استعمار وطوري امل. اسمع الفتنه من الداخل وابن القواعد وعسكر الوطن. نرفض هذا الاحتلال ونرفض كل من ينصاع الى الاحتلال المجرم المدمر للحضاره وللانسانيه، ونرفض حيدر ولم نعترف بيك ابدا قطعا ولا نهائيا، لا انت ولا الطرطور مدلول ولا الزميلي ولا الهاليكي ولا كل من شارك وانصاع الى اوامر المحتل الامريكي المجرم المدمر للحضاره وللانسانيه. رفضا قطعا تهجيركم وقتلكم لاهالينا لم يجد نفعا.
تدميركم للمدن العراقية وتهجير العلماء وقتل المشايخ والفتن وتأجيج المذاهب لم يجد نفعا. ارحلوا لأن وجودكم خطر على الأمة العربية بل على العالم كله. أنتم تنتهجوا فكر الكيان الصهيوني المجرم المدمر. واسمح لي أحيي جيش البطل في ذكرى تأسيسه. جيشي أنا جندي من جنودك يا جيشي، أنا جندي من جنودك وأعرف بيك وأحييك ولم أتخلى عنك حتى وفاتي، وأعلن انتمائي المطلق لضباط وجنود الجيش العراقي السابق البطل انتمائي المطلق. وما بنخافوش وما بنهددوش وما بنركعوش لا للمحتل ولا لأدواته. لم ولم نركع للمحتل أبدا، سواء متنا، لو متنا هنموتوا كرام رافعين رؤوسنا، ولو عشنا هنعيشوا رافعين رؤوسنا مقاومين بإذن الله تعالى. حي كل ضباط الجيش العراقي السابق البطل، الشهداء الله يرحمكم، الله يرحمكم ويتقبلكم في رحمة الأمة، مش ناسياكم. الشعب المصري مش ناسيكم، الأغلبية العظمى من الشعب المصري تؤيدكم وما زالت تؤيدكم وما زالت تدعمكم في الحقيقة اللي مخفية ما حدش هيقدر يمنعها، ومستعدين نحملوا السلاح وندافعوا. بس شوفونا شرعية، شوفونا حاجة صيغة دولية الناس تعترف بيها، لازم تقودونا. بدونكم لم تكون قائمة للوطن العربي صراحة. شكرا جزيلا سيد مصطفى، أشكرك للمشاركة، كنت معنا من مصر. من السيد حسن من الموصل، تفضل حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام. أحييك وأحيي قناة الرافدين ومشاهدين قناة الرافدين. حياك الله. يا أخي العزيز، هاي العملية يعني دائما نتكلم، وهذه هاي عملية منهجة ومبرمجة، يعني من تتكلم يقول لك طائفي ما طائفي، لا هاي حقيقة. بالنسبة زي ما قال أخوي اللي قبلي، بالنسبة السيستاني طبعا إيراني ومع المحتل إجا وأخذ من دم العراقيين، أخذ 200 مليون دولار وراح على بريطانيا انطاهم البناته. بناته صارت عندهم محلات كاملة. طيب نرجع لموضوع تفجير منازل بالحويجة إذا سمحت. نعم أخويا، هذه العملية مبرمجة ومع تفجير المنازل، وانت شفت يعني بكل المحافظات كيف بدأ التدمير والتفجير. هاي جماعة يعني خبراء بالمتفجرات، وخاصة على أهل الموصل والرمادي وجرف الصخر وأسعد حاليا في كركوك. هاي العملية مبرمجة، أوامر من إيران لتغيير المدينة بالكامل، وهاي العملية يعني من 2003 لحد الآن. قسم معلم قسم ما معلم، وجماعتهم للأسف الشديد جماعتهم يسوون اجتماعات سرية ويحشدوهم على السنة وقتل وتدمير ويعني أسعد تروح على الموصل وعلى غير الرمادي وكلها، روح على الأرض وشوف كلها مقابر ما يعلم بها إلا رب العالمين. فمبرمجة يا أخويا الموصل هذه تحتاج يجي تدمير، والله تاريخ الحروب ما صايرة، فهي مبرمجة تجيهم الأوامر من إيران. شكرا جزيلا سيد حسن، أنا أشكرك، الوقت شرف على الانتهاء ولدينا رسائل يجب أن نقرأها، جاءتنا أيضا من المشاركين طبعا على الواتساب الخاص بالقناة وبالبرنامج تحديدا. العيساوي يقول: السلام عليكم، من وقف مع إيران في الحرب العراقية الإيرانية ويتفاخر بهذا الأمر والآن يصبح وزير للداخلية وزمرته الوزراء من أمثال هادي العامري النظيف بين قوسين، حق الطائفي حقير من إيران وأتباع إيران، والشيء المعيب أن قسم من السنة عار وخونة والآن هم مع هؤلاء الشراذم. لدينا رسالة أخرى، السلام عليكم أخي محمد، سلام لقناتكم الكريمة، أرجو منكم بس تعطونا لمحة أيام العراق 1956 يوم كان ثالث بلد في التعليم والصحة وفي كل المجالات، والآن لأن الذين كانوا يحكمون كانوا يخافون الله، انظر من 2003 إلى حد هذه اللحظة ماذا حدث بنا. طيب أيضا رسالة أخرى، حقيقة مجموعة من الرسائل طويلة جدا،
يقول احد المشاركين حي قناه حيك وحي قناه الرافدين البطله، هاي الحكومه الحاكمه في العراق ايرانيه، الاحزاب ايرانيه، يجب على العراقيين ان يقوموا بثوره للتخلص من الاحزاب الطائفيه، ثوره ضد الاحزاب الطائفيه الايرانيه، ثوره حتى النصر ان شاء الله. تسلم يا عراق العز والسلام. رساله اخرى، يقول احد المشاركين المرجعية لا تتكلم إلا ما يوافق إيران. أصلاً تأسيس الحشد هو نفس أسلوب الحرس الثوري الإيراني، بس الشعب أصبحوا مثل القطيع بيد العمايم ورجال دين مزيفين. وليس الجميع هناك عراقيين، وليس الجميع طبعاً، هناك عراقيين شرفاء. شرفكم وكرامتكم، حب الوطن ليس فقط زيارات وحب آل البيت، حب الوطن أكثر إيماناً مع الله. أخيراً أحد المشاركين، ليش ما تفتح رسالتي؟ ليش ما تريدوني أشارك؟ والله ريدك تشارك وفتحنا رسالتك. يقول السلام عليكم، أخوكم أبو عراق. أخي، إن مسألة إن كل المسألة هي ثأر وحقد فارسي على كل العراقيين العروبيين الشرفاء، خاصة سنة العراق، ينفذ هذا الثأر ذيولها من التبعية الفارسية في العراق، الحاقدين والمستفيدين من المال الفارسي الذي يغدقه أسيادهم في ولاية الفقيه لإعادة إمبراطورية بني فارس. اختصارا لهذا الموضوع والخلاصة، أنه الإجماع الآن بالرأي أن أنه ما يحدث في الحويجة من عملية تهديم للمنازل وتهجير لساكنيها بحجة الانتماء لتنظيم الدولة من أحد الأفراد، هي عمليات ممنهجة من أجل التهجير القسري وعملية تغيير ديموغرافي لهذه المناطق، إخلائها من سكانها الأصليين والإتيان بمستوطنين، نفس الأمر الذي يتم عن طريق الكيان الصهيوني مع الفلسطينيين يتم الآن عن طريق أتباع إيران وأدوات إيران في العراق، تنفذ بحق العراقيين السنة. هذا كان الرأي، رأي الإجماع طبعا من المشاركين. في الختام أنا أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقات أخرى، إلى اللقاء.